بعد النوايا سريعا تبدأ الخطوات. هكذا تمضي الجزائر على مسار الانضمام إلى مجموعة البريكس بالإعلان عن إيداع طلب للالتحاق بهذا التكتل الاقتصادي والسياسي، تحرك يدخل ملف الجزائر مرحلة الدراسة من طرف الدول الأعضاء برئاسة جنوب إفريقيا، مع كشف التكتل نيته التوسع لاحتضان أعضاء جدد. التحاق الجزائر بركب الدول الأسرع نموا في العالم يحمل أهمية استراتيجية في المسار الاقتصادي، خطوة تحظى بمتابعة رفيعة المستوى في الجزائر في سياق تعزيز وجودها في محافل التعاون متعددة الأطراف. باش يكون البريكس فيه يعني لازم شروط اقتصادية وشروط كذا، أظن أنها تتوفر نسبة كبيرة جدا بالنسبة للجزائر. يحمل البريكس يعني قوة اقتصادية وقوة سياسية. يهمنا البريكس أولا باش نبعث ساعد على الجاذبية تاع القطبين، ولن وثانيا احنا كدولة رائدة في عدم الانحياز، هذا كل اتجاه تاعنا ان شاء الله. انضمام الجزائر إلى البريكس بات مسألة وقت لتدعم بذلك مجموعة من الدول تشكل ربع الاقتصاد العالمي وتستحوذ على 30% من إنتاج السلع عبر المعمورة بناتج داخلي خام يعادل 44 تريليون دولار.